السلام ومرحبا بكم وين ما كنتم. بعثة الترجي تحط الرحال في مطار أبيجان الدولي. البعثة وصلت والأمور كل بخير والحمد لله. وكان في استقبال بعثة الترجي الرياضي التونسي اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي والمدير الرياضي لفريق سان بيدرو الإيفواري هيثم عبيد. وكانت له محادثة مطولة مع مدرب الفريق ميغيل كارتوزو. أكيد حكاوا على عديد الأمور الفنية وحكاوا على فريق أساك أبيجان. أكيد كما قلنا أعطاه عديد المعطيات على الفريق وعلى الكرة الإيفوارية بصفة عامة وعلى ظروف المقابلة اللي باش يلعبها الترجي إن شاء الله غدوة السبت انطلاقا من الساعة 9 مساء بتوقيت تونس. بعثة الترجي تتجه نحو نزل الإقامة حصة لإزالة الإرهاق في النزل، حصة تدريبية في الملعب الرئيسي اللي باش يحتضن المباراة. كل اللاعبين بخير، وكما تعرفوا انه ميغيل كاردوزو خير ابقاء على كيباسوي وكذلك غيث الوهابي في تونس وما تنقلوش مع المجموعة 22 لاعب على ذمة الإطار الفني، باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في المباراة المصيرية. المباراة المصيرية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي خاصة انه الانتصار في هذه المباراة بخلاف ان نترشحوا للنصف نهائي لرابطة الابطال الافريقية للمرة 12 في تاريخ الترجي، ولكن يضمن بها الترجي بصفة رسمية الترشح والتأهل إلى كأس العالم أمريكا 2025. هذاك علاش قلنا مباراة تاريخية، مباراة مصيرية في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. كل الثقة في الإطار الفني وكل الثقة والدعم في اللاعبين اللي إن شاء الله يشرفونا ويكونوا رجال على أرضية الميدان. جماهير الترجي الرياضي التونسي كذلك اللي تنقلوا اليوم واللي تنقلوا أمس وصلوا إلى أبيجان بسلامة، مش يكونوا متواجدين مع الفريق إن شاء الله في هذه المباراة. تقريبا كما قلت في الفيديو السابق فما أكثر من 500 محب للترجي الرياضي التونسي مش يكونوا متواجدين في المباراة، خاصة أنه الجالية التونسية في أبيجان متواجدة بعدد كبيرة. كذلك الكور تنقلت بأعداد كبيرة للكوت ديفوار، باش نشوفوا إن شاء الله جمهور الترجي الرياضي التونسي وراء فريقه باش يشجع اللاعبين اللي كيما قلت باش يرجعوا لنا إن شاء الله بالتأهل التاريخي، التأهل اللي نستناو فيه كمكشخين اللي باش يخلي نقلة نوعية إن شاء الله في تاريخ الترجي الرياضي التونسي من خلال هذه المشاركة التاريخية والمشاركة الأهم في تاريخ وفي سجلات الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله ربي معانا، إن شاء الله ربي ينصرنا، إن شاء الله نكونوا في قيمة الحدث هذا، وإن شاء الله نترشحوا مهما كانت نتيجة المباراة وبأي طريقة كانت. بطبيعة الحال نحكيه على الطرق الرياضية، الترجي ما ينقصه حتى شيء باش يتأهل إلى الدور النصف النهائي. صحيح المنافس محترم ولازمنا نكونوا حذرين وما نستسهلوش المنافس ونحضر كل السيناريوهات. المنافس هذا قلقنا برشا في ملعب رادس وكان حاضر وعرف كيفاش يرجع بنقطة التعادل، ولكن إن شاء الله احنا باش نلقاو الحلول عكس المباراة اللي فاتت ونسجلوا الأهداف بحول الله. إن شاء الله نسجلوا أكثر من هدف على شلاء ونضمنوا بحول الله الترشح إلى الدور النصف النهائي. إذن متابعين الكرام، متابعي بكام سبور، هذه آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي اللي ديما تلقاوها في قناتكم بكام سبور. فنوصيكم ديما على دعم القناة خاصة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، كذلك التفاعل مع الفيديوهات. خليونا كومنتاتكم وخليونا آراءكم فيما يتعلق في هذه المباراة، وشنية حظوظ الترجي في الترشح إلى النصف النهائي. كل واحد يعطينا رأيه وشنو اللي لازمه ويصير في المباراة هذه، وشنية الخطة اللي تشوفوها مناسبة للترجي الرياضي التونسي باش يتجاوز بها ساك أبيجان. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.